نروح للإسماعيلية ونعرف الأمور ماشية إزاي في الإسماعيلي في ظل الظروف الراهنة. أنا معايا على التليفون كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي. يا كابتن سعفان أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. كابتن إبراهيم إزيك وكل سنة وأنت طيب إيه؟ يا كابتن. كل سنة وأنت طيب يا رب ويعيد عليك وعلينا الأيام بخير. رمضان بيجري زي الطلقة. والله النهاردة اليوم 16 اهوت يعني بيجري وما حسيناش بيه، ويا رب يجعل كلنا ايامنا كده حلوه وجميله بس نطلع من الكبوة اللي احنا فيها دي يا كابتن. يا رب يا رب اللهم امين. طيب قول لي الاوضاع بالنسبه لكم ايه؟ شايف بطوله الدوري واستئنافها هيبقى عامله ازاي؟ في صعوبه فيها ولا شايف الامر من وجهه نظرك؟ والله الامر من وجهه نظري يا كابتن ابراهيم صعب جدا. كنت لسه النهارده بتكلم برضو مع كابتن حاجي بيه. اللعيبه المصري لما بياخد اجازه 10 ايام او 15 يوم اللي هم ما بين الدوري والدوري بيرجع يعمل فترة اعداد على الاقل 4 اسابيع او 5 اسابيع يا كابتن ابراهيم. احنا دلوقتي كمان بالظبط 7 ايام النادي الاسماعيلي وجميع الانديه في مصر بقى لهم 60 يوم بعيد عن المستطيل الاخضر. وما تقوليش يا كابتن ان ايه اللعيبه بما فيهم حتى لعيبه الاسماعيلي والاهلي والزمالك وجميع الانديه في مصر وبيراميدز ما فيش يعني يعني لهم تدريبات على الوصل اللي هم يعملوها في اي مكان بقى، اللي عنده فيلا، اللي عنده مكان واسع، اللي عنده سبا، اللي عنده حتى جهازين من الجيم في البيت، مش هيبقى زي مع الطبيعه مع الجهاز الفني المسؤول عنه. فدي فتره صعبه جدا، 60 يوم كتير جدا يا كابتن، وبعد ال 60 يوم كمان هتبقى في فتره ثانيه، انت عشان تعمل فتره ترجع الدوري، انا شايف برايي انا المتواضع انا مدرب حراس مرمى برضه يعني رايي ما يجيش حاجه في المديرين الفنيين الكبار اللي في مصر، بس انا شايف صعبه جدا، صعبه جدا، وفي حاجه زي كمان هم مش واخدين بالها بينهم منهم، ان اللعيبه المحترفين اللي سواء موجودين في الاسماعيلي او اهلي او زمالك او مصري دول هيجوا امتى ويقعدوا في الحجر امتى 15 يوم ويخشوا انديتهم امتى؟ انتوا عندكم لعيبه بره عندنا صحيح؟ طبعا عندنا شولونجو وهمام وفخر الدين بن يوسف. شولونجو شفت له صوره كده هناك في المزارع وبتاعه ماشي مع بيتمرن ولا ظروفه ايه؟ في المزارع فين؟ في نيجيريا ولا هنا؟ هناك في بلده؟ لا ما هو ممكن اكيد بيتمرن بس برضه مش هيبقى قصاد عين المدير الفني بتاعه او المدرب بتاعه برضه دي صعبه صعبه. انت كمان انا بتكلم على اللعيبه دول لما يجوا المطار بتاعهم هيفتح امتى؟ مطارنا احنا هيفتح امتى؟ وهيرجع يجي يخش مصر يقعد 15 يوم بعيد عن اي حد عشان الكشف الصحي والحجر الصحي وبعد كده نضم ليك تاني. فانا شايف ان هي صعبه 60 يوم كتير قوي يا كابتن، وبعد 60 يوم كمان هتزيد ممكن تخش في 70 يوم و80 يوم. انا ده رايي انا لا صعب جدا صعب جدا الصراحه صعب. هتحتاج كم اسبوع يا كابتن ابراهيم عشان تعمل فتره اعداد على الاقل على الاقل ما بين 5 اسابيع او 6 اسابيع. لو وصلنا لغايه 60 يوم زي ما قلت بحضرتك كمان يعني كمان اسبوع هنكمل 60 يوم. بتتكلم في 6 اسابيع لاستعاده اللياقه البدنيه وبتتكلم بعدها وتعمل كمان 7-8 ماتشات ودي يا كابتن ابراهيم لان اللعيبه بعيد عن الماتشات الوديه خالص. فانا شايف ان هي صعبه كده. ابدا الدوري من شهر 8 على جديده ويبدا بقى من 8 لغايه ما يخلص وفي فتره اعداد عشان شهر 7 كامل نص 6 مع شهر 7 تبدا الدوري من 8. انما انا عشان تبدا دوري عام ويتضغط وكل 4 ايام ماتش زي ما احنا متعودين مفيش مشكله بس اللعيبه هيرجع حكمه امتى؟ صحيح. طيب ان اللعيبه كلها عندها باك يارد وفيلل وحاجات من دي عشان يتمرنوا فيها كابتن ابراهيم، مش كل مصر مش كل لعيبه مصر عندهم فيلل يا كابتن ابراهيم. صحيح. هو حتى كمان احنا بنشوف في اوروبا برضو ما مش كلهم قاعدين في يعني مش كلهم بيتمرنوا في فيلل، كلهم بيتمرنوا اندور في البيوت، بس اهم حاجه ان هم بيتمرنوا على الاقل بيبقى تحافظ على 30% بس تحافظ على 30%. في اوروبا البيت في اوروبا بيبقى عنده جيم وعنده سبا وعنده جاكوزي وعنده حاجات كتيره كابتن، لما في مصر مش كل اللعيبه عندها الحاجات دي في البيت يا كابتن ابراهيم. مش مختلف معاك، انا مش مختلف مع حضرتك خالص. طيب خلينا اسالك كابتن سعفان فيما يتعلق بعواد، هل هناك مفاوضات من اجل استعاده عواد مره اخرى من نادي الزمالك الى النادي الاسماعيلي ولا لا؟ والله يا كابتن ابراهيم انا كل يوم والله وحياه الشهر الكريم ده انا كل يوم اصحى من النوم الصبح الاقي حارس مرمى كذا في نادي الاسماعيلي، حارس مرمى كذا سعفان خلص معاه 7-8 حراس لغايه دلوقتي. طيب يا كابتن سعفان هيعمل لك انت اللي نشيطه بتصحى بدري وبتسمع الحاجات ديت وبعدين نشيطه بتصحى بدري وبتعمل الصفقات دي كلها. والله العظيم يا كابتن ابراهيم بسمع كلام انا مصدقه حتى، وكلمت الباشمهندس ابراهيم وكلمت الحاج محمد خلف اللي هو المدير التسويق في تناسق بيننا احنا الثلاثه ان لو في حتى حارس مرمى المجلس شافه او مدير التسويق شافه الحاج محمد بيكلموني ويقولوا لي سعفان ايه رايك؟ لما فيش حاجه من دي حصلت ولا في
كلام من ده حصل. انا عندي حراس مرمى موجودين زي الفل، نبدا الدوري بيهم وجمهور الاسماعيليه يصبر عليهم زي ما جمهور الاسماعيليه صبر على سكان وهو صغير، وصبر على سعد وهو صغير، وصبر على عواد وهو صغير، يصبروا على مجدي وفوز والولاد الصغيرين اللي طالعين معاهم ومعاهم محمود منصف. انا ما جبتش سيره اي حوار مع حارس مرمى ومجلس الاداره والحاج محمد خلف مدير التسويق، ما اتكلمناش مع اي حد خالص ولا عواد. حد قال انا بتكلم على عواد بقى تحديدا. ما انا بجيب لك عواد مش حارس مرمى، ما انا بقول لحضرتك ولا عواد على اعتبار ان هو ابنكم يعني. انا بتكلم على ان هو اعتبار ابنكم يعني. ما هو ابننا وفي ولادنا كمان برضو سابوا النادي ومش موجودين، فعشان كده ما فيش حد بيتكلم مع حد خالص ولا عواد ولا في سيره اتفتحت في حاجه زي دي خالص يا كابتن ابراهيم. ولو في حاجه انت عارف انا صريح وعندي. لا انا عارف، انا اقول لك انا عارف احنا اتفقنا وخلصنا. عارف باهر المحمدي فعلا ب 200 مليون جنيه ده الرقم اللي طلبه نادي الزمالك ولا لا؟ دي اول مره اسمعها والله. اللي طلبه الاسماعيلي لاي نادي سواء الزمالك 200 مليون جنيه سواء للزمالك او للاهلي اذا باهر المحمدي عايز حد يتعاقد. اول مره حاجه اسمعها منك دلوقتي، لان حتى انا ما عنديش اكونت وفصل خالص. باهر اخر حاجه انا سمعتها ان هو بيتمنى ان هو يحترف بره مصر. يتمنى ان هو يحترف بره مصر، او حاجه ليه بره مصر، سواء بقى عقد خليجي عقد اوروبي. انما انا موضوع ال 200 مليون جنيه دي انا اول مره اسمعها من حضرتك. طيب هو يستاهل في الظروف في الاسعار دي كلها اللي بنشوفها في مركزه الحساس ده كمان. هو يستاهل، هو يستاهل، ما حدش اختلف، بس هو يستاهل في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها ديت، اللي هو مفيش حد اصلا معاه فلوس. ده في بره ما عندهمش فلوس، ده كله دلوقتي بيقلل، كله بيقلل. طيب ما انا ممكن هو يكون بيستاهل بس السعر اوكي ما حدش يقدر يدفع السعر دوت، عشان كده بقول لك يعني من ناحيتين هو بيستاهل بس السعر ما حدش يقدر يدفعه في مصر كده، محدش يقدر يدفعه. طيب عبد الرحمن مجدي موقفه ايه؟ مستمر مع الفريق ولا دنيته عامله ازاي؟ عبد الرحمن مجدي مستمر لغايه 2023. مفيش حد تفاوض معاكم فيها يا كابتن سعفان خالص؟ لا اصل هتفاوض مع الكابتن، مع الحاج محمد خلف او كابتن صبري منجاوي. احنا دلوقتي بعاد عن بعض بقالنا 60 يوم من ساعه ما رجعنا من المغرب. ما فيش تواصل مستمر تقصد؟ ما شفناش حد، انا ما بشوفش حد غير على الواتس بس، بنتكلم على البرنامج بتاع فراس وبرنامج تدريب وجوميه ومستر كوميز، كابتن محمد محسن ابو جيشه، كابتن ادم صلاح دار، بنبعت لبعض اللعيبه اللي في البيوت هيتمرنوا ايه النهارده، هيعملوا ايه النهارده. ما شفناش بعض ولا قعدنا مع بعض خالص لغايه دلوقتي، بقالنا 60 يوم من ساعه ما رجعنا من ماتش الرجاء المغربي. طب وجهه نظرك انت ايه؟ الاسماعيلي ممكن يعني يفرط في عبد الرحمن مجدي ولا صعب؟ والله بص يا كابتن، هو الموضوع مش موضوع صعب او سهل، الموضوع بيبقى اتفاق ما بين اللعيب ورئيس النادي الباشمهندس ابراهيم عثمان، بيوصلوا لاتفاق. لو هو عايز يكمل بره مصر يكمل في مبلغ كويس يبقى عشان نقدر نعوض عبد الرحمن مجدي، لانها مش اول مره تحصل في النادي الاسماعيلي برضه. خد بالك احنا يعني ياما لعيبه كتير مشيت وبناخد فيهم مبالغ كويسه وبنعوض بنجيب لعيبه ثانيه وبيطلعوا لعيبه ثانيه. يعني انت النادي الاسماعيلي الوحيد اللي في مصر مثلا يا كابتن ابراهيم، احنا مركزنا مش ده اسم النادي الاسماعيلي، مركزنا السابع دلوقتي ولا الثامن، بس بيطلع كل سنه لعيبه انت بتتفاجئ بيها، كل مصر بتتفاجئ بيها. صحيح. فهو اذا كان عبد الرحمن مجدي عايز يكمل او ما يكملش، دي حاجه ترجع لرئيس النادي الاسماعيلي ومجلس الاداره. اتفاق ما بين الاثنين. انما في الاسعار انت حضرتك بتقول عليها من شويه ديت، وفي الاسعار اللي موجوده في مصر ديت ما حدش يدفع المبالغ اللي بنسمع عنها دلوقتي بعد القعده اللي احنا فيها في الظروف الصعبه دي. صحيح. والخساره اللي احنا فيها مش كوره بس. كل حاجه في مصر، كل حاجه في العالم كمان مش مصر بس. صحيح. العالم كله واقف، امريكا اللي هي امريكا وروسيا كله واقف، مفيش حاجه دلوقتي، واقفين صف في امريكا بياخدوا الاعانات والاكل. كويس احنا عايشين في نعمه، مصر نعمه والله يا كابتن ابراهيم. الحمد لله، فضل ونعمه من الله. طيب الحمد لله. اذا ما كان هناك قرار بالغاء بطوله الدوري، يتم التعامل وفقا لايه؟ يبقى الحال على ما هو عليه ولا يتم اعلان الاهلي بطل لبطوله الدوري ولا يتم هبوط اخر ثلاث فرق؟ يعني شايف الموضوع عامل ازاي؟ والله انا قلت كده الصبح النهارده، ناس كتير اهلاويه علقوا على كلامي وما عجبهمش كلامي بقول ناس ايه؟ قول لي تصريحك ايه؟ تصريحي ان انا يبقى الحال ما هو عليه، ما فيش بطل دوري ولا في نزول ولا في طلوع كل السنه الجايه. الاهلاويه كلهم ردوا النهارده عليا قالوا لي طب انت لو واخد لو انت متقدم كده الاهلي في اول الدوري الاسماعيلي هتقول نفس الكلام؟ والله العظيم وحتى الشهر الكريم دوت لو نفس الكلام. طيب لو كده بتشوف من وجهه نظرك يبقى الحال على ما هو عليه، يتم تصعيد اول وتاني الدوري الماضي للبطوله الافريقيه وبرضه نفس الترتيب في الكونفدراليه ولا على الترتيب الحالي؟ لا على الترتيب الحالي. على الترتيب الحالي، يبقى الاهلي والمقاولين هيروحوا البطوله الافريقيه. تمام. والباقي يكمل في الكونفدراليه، مظبوط كده؟
تمام. طيب هل كده كده الاسماعيلي بيلعب في البطوله العربيه هو الاتحاد؟ مش انا مش مختلف، انا باخد راي حضرتك يعني، ده من وجهه نظرك شايف ان هو ده اللي يحصل في البطوله الافريقيه، الترتيب يبقى على ما هو عليه. بس هي فكره على ما هو عليه دايما اللي بتتقال انه انت بترجع للسنه اللي قبليها وتعتبر هذه السنه لاغيه تماما بكل نتائجها. خبر حضرتك ما ازاي؟ ما انت ما تلغيش كل حاجه. طب ما انت برضه احنا لغينا بطوله الدوري ومين هيحمل لقب الدوري، بس انت الاربع فرق اللي وصلوا دول برضه يعني لعبوا السنه دي. ما لو اخدت بجزء لازم تاخد بالكل، لكن ما ينفعش تصعد يعني، بيتهيألي يعني ما ينفعش تصعد بناء على السنه دي والسنه اللي فات وانت ما حددتش مين بطل الدوري وترجع ومن غير ما ترجع للسنه اللي فاتت. عموما ادينا هنشوف، ادينا بنسال اسئله اعتباريه ما احناش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيها يعني ان شاء الله باذن الله. بالظبط بالظبط. يا كابتن سعفان انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك يا رب وعلى كل الاسره. بشكرك شكرا جزيلا، نجم مصر ومدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي كابتن سعفان الصغير.